السلام عليكم، اش اخباركم؟ مرحبا بكم معايا من جديد مع فيديو جديد ووصفة جديدة، اتمنى تعجبكم. اقتراح ديال اليوم هو وجبة عشاء اللي كتوجد بسرعة، طريقة التحضير ديالها سهلة وكذلك المكونات، وكتجي لذيذة بزاف. تبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا الطريقة والمقادير. هنا غادي نحتاج، هنا خديت واحد 3 ديال البطاطات متوسطين، سلقتهم كيف ما العادة مع شوية الملحة وورق الرند وكذلك جوج دروس ديال الثومة. هنا من بعد ما البطاطا ديالي تسلقات كيف ما كتشوفوا، زدت عليها كذلك مرة أخرى رشيشة ديال الملح، شوية ديال الفلفل الأسود. هنا غادي نزيد معلقة صغيرة ديال بودرة الثوم، هنا كذلك زدت شوية ديال الأعشاب المنسمة، كيبقى الكمية على حساب كمية البطاطس اللي عندكم بالنسبة لكمية التوابل المقدار ديالهم. وهنا زدت كذلك معلقة صغيرة ديال البابريكا، كنخلط هاد العناصر مع بعضياتهم حتى كيتجانس ليا الخليط كيف ما كتشوفوا. البطاطا انا خليتها غا هكا عشوائية، تقدروا لو بغيتوا تمعكوها تمعكوها، خليتها كيف ما هكا. من بعد هنا زدت الصوص ديال المطيشة، صوص طوماط دي معتمدة عندي، راه قدمتها معاكم بزاف ديال الوصفات، غادي نخليها ليكم في صندوق الوصف، هي اللي كندير تقريبا ديما، كندير بها الوجه ديال البطاطس من الفوق. المول اكيد كندهنو بشوية زبدة او زيت الزيتون. هنا خديت علبة ديال الطون درتها من الفوق كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لهذه الوصفه انا درتها في الفران، تقدروا تكتفيوا ديروها غير في المقله. كيف ما كتشوفوا من بعد هنا غادي نعاود نزيد واحد الباقي ديال صوص طوماط، كنزيد داك شويه اللي بقى ليا من الفوق. صافي هنا من بعد غادي نزيد شويه ديال الفرماج، كيبقى على اي نوع عندكم تقدروا تزيدوه. صافي وكندخلها الفران اللي كيكون شاعل من الفوق ومن التحت، كيف ما قلت لكم تقدروا ديروها في المقله، انا غير عندي الفران شاعل. صافي وانا نقول ندخلها الفران يكون احسن، وكطيب لينا في ساعه. الوصفه كتجي رائعه بزاف، لذيذه، ما فيها لا لحوم لا بيض لا حتى شي حاجه، وبنينه. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. كيف ما شفتوا من بعد ما وجدات كتوجد بسرعه، رشيته هنا بشويه ديال المعدنوس غير للتزيين وصافي. غادي نقطع معاكم واحد شويه باش غادي تشوفوا كيفاش كتجي. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون خفيف ضريب على قلوبكم وتعجبكم الوصفه. ما تنسونيش من اللايكات الى عجبكم الفيديو والتعليقات كذلك. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.